دايما موجود، والبابا شنودة أب لكل المصريين. وإحنا النهاردة افتقدنا كلنا مصريين ولاد البابا شنودة. أصبحنا النهاردة يتامى بجد، وده أول يوم لينا نحس بالإحساس دوت، وهو طبعا في حضن القديسين في السماء. انتقال قداسة البابا يعز على مصر كلها، وفي الحقيقة الواحد حزين جدا على انتقال قداسة البابا، لأنه يأثر كتير كتير على مصر وعلى انه زعيم مصري ووطني. ونتمنى من الله انه يبعت للكرسي انسان حكيم بنفس حكمة قداسة البابا شنودة. البابا شنودة مش تعود العمر كله، ومش هنعرف نجيب زيه. مسيحيين ومسلمين بيحبوه. خسارة. انا مش عارف اقول حاجة، مش عارف اتكلم حقيقي. هنيئا لقداسة البابا انه فرح لارض الحياة زي ما هو كان بيعلمنا دايما. وعايز أقول إن هو مش خسارة بس لمصر، ده هو خسارة للعالم كله. ومعظم أصدقائي وحبايبي إخواننا المسلمين لسه متصلين بيا كتير جدا جدا جدا، وقالوا لي وأكدوا على إن فعلا هذا الرجل كان له بركة عظيمة. هقول كلمة واحدة، إن احنا عمرنا ما هننساك يا بابا، وتعيش في قلوبنا طول عمرنا. احنا أولا يعني نعزي الشعب المصري كله، سواء مسيحيين او مسلمين يعني في مصر والعالم العربي كله عامه، كل الناس حزينه على سيدنا البابا. انا مش عارف اقول ايه، اللسان بيعجز على اللي بقوله، لكن اللي بيعزينا انا لسه دلوقتي حد متصل بيا مصري مسلم متصل بيقول لي انا مش بنعزيك، احنا بنعزي انفسنا اولا، وشخص مسلم يعني هو شايف قد ايه مسلمين موجودين وقد ايه الروح الجميله اللي بتعزينا اللي موجوده بتشجعنا. ده الوطن الواحد اللي كان دايما البابا بيتكلم عنه، كان بيقول مصر مش وطن احنا بنعيش فينا لكن وطن يعيش جوانا. ده شيء رائع جدا. لكن اللي بيعزيني بقى الكتاب المقدس بيقول طوبى للاموات الذين يموتوا في الرب منذ الان يقول الروح يستريح من التعب. سيدنا تعب كتير قوي في مصر، تعب كتير جدا، عشان كده احنا بنقول له هو دلوقتي في المجد، هو دلوقتي في النعيم، هو دلوقتي في بيت الراحه. وده الشيء اللي بيشجعنا جدا. ويا رب كل المصريين احنا بنقول لهم احنا لازم نتشجع، لان ربنا هو روح القوه، ما بيديش روح الفشل. روح الحزن ربنا يبدلها بروح تعزيه. Thank you.